ودلوقتي هنروح لزميلنا شريف شعبان واللي كان متواجد النهارده في تدريبات الفريق عشان نعرف منه كواليس التدريبات النهارده. مساء الخير شيماء، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مساء الخير عليك يا شريف، عايز اعرف منك كواليس تدريب النهارده والاجواء عامله ازاي؟ يمكن خليني الاول اقول لك انا لسه مستمر في النادي الاهلي منذ قليل. انتهى المكتب التنفيذي برئاسه النائب رئيس مجلس الاداره الوزير العامري فاروق. كان في مكتب تنفيذي حضر طبعا الوزير العامري فاروق، حضر امين الصندوق الاستاذ خالد الرندلي، حضر الاستاذ خالد المساجي، حضروا الكابتن مهند مجدي، حضروا المدير التنفيذي طبعا العميد محمد مرجان. ويمكن انتهى منذ قليل المكتب التنفيذي طبعا المتبع في هذه الاجتماعات. بيبقى في توصيات بتعرض لاحقا على مجلس الاداره او اقرب اجتماع لمجلس الاداره. نرجع بقى لتمرين النادي الاهلي الفريق الاول، يمكن في التاسعه والربع صباحا كان الاهلي بيستعد لمباراه بتروجيت السبت المقبل. يمكن كان في اجتماع مع اللاعبين حوالي 20 دقيقه طبعا بقياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني والكابتن فيلا بحفيظ مدير الكره. الاجتماع كان خط المقاولون، مباراه المقاولون العرب بكل ما تحمله من قسوه، التركيز فقط في مباراه بتروجيت، لعب بحماس شديد وقتال شديد على في المباراه القادمه، ولا تفريط في النقاط لان المرحله المقبله لا تحتاج التفريط في النقاط. يمكن التركيز ان الدوري لسه في الملعب وما نلتفتش لاي كلام بيتكتب، نركز فقط في مباريات فرقتنا. ويمكن شريف اكرامي عليه دور كبير الفتره القادمه والفتره الماضيه، يمكن جلسات كثيره مع اللاعبين بصفته قبل الفريق والشد من اظهر اللاعبين ومحاوله خروج اللاعبين من مرحله اللا تركيز في الفتره الماضيه. يمكن اللاعبين اللي شاركوا في مباراه المقاولين العرب كان عندهم النهارده تدريبات استشفائيه، ومن بكره هيبداوا يستعدوا لمباراه بتروجيت. التاهيل مستمر للسوليه، ازارو، معلول، اجايين، نجيب، فتحي، الشناوي. يمكن النهارده كان نزل في التمرين، انتظم في تدريبات اللاعب محمد هاني. كابتن محمد يوسف عقد جلسه مطوله جدا مع وليد سليمان. الكابتن صلاح حفيظ كان حريص يبقى في جلسه ايضا مع الدكتور خالد محمود اطمئنان على كل المصابين وعلى رجوعهم الفريق الاول، اللي عمل اضافه كبيره لباقي اللاعبين. باقي اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه الامس كان عندهم لعبه تدريبه قويه، تقسيمه قويه جدا، كان حريص الكابتن محمد يوسف اول باول لايقاف التقسيمه وتصحيح اخطاء اللاعبين اول باول. بعد انتهاء التمرين كان الكابتن محمد يوسف حريص ان ياخد اللاعب حمودي ومؤمن زكريا واحمد ياسر ريان لعمل تدريبات اضافيه. يمكن دي كل كواليس تدريب النادي الاهلي اللي استعدادا لمباراه بتروجيت السبت المقبل، اللي باذن الله نتمنى باذن الله التوفيق والاهلي يفوز وياخد الثلاث نقاط من هذه المباراه. شيماء اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، متواجد دلوقتي في تدريب النادي الاهلي او متواجد دلوقتي في ملعب مختار التتش.